نواصل مشاهدينا هذه الساعة الإخبارية بفقرة ضيف. فقرة ضيف نخصصها لمناقشة مضامين مشروع القانون المالي برسم السنة المقبلة. معنا من الرباط المحلل الاقتصادي عبد العزيز الروماني. أهلا بك معنا سيدي الكريم. مرحبا 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 بك. بداية، الحكومة تقول إن الطابع السياسي لمشروع قانون المالية برسم السنة المقبلة يتجلى في الموازنة بين متغيرات الواقع وبين الأجوبة الممكنة، طبعا انطلاقا من مرجعيات معلنة. إلى أي حد تتوافق مضامين مشروع المالية برسم السنة المقبلة مع هذه المرجعيات المعلنة، بداية بالتوجيهات الملكية السامية، وأيضا كذلك فيما يتعلق بالنموذج التنموي والبرنامج الحكومي؟ صحيح، هذه هما المرجعيات الأساسية اللي كاينة الآن في القانون المالي أو اللي أطرته في المسار دياله. ولكن القانون المالي أيضا عنده رهانات وضعها اللي من طبيعة الحال مرتبطة بالجوانب الاجتماعية، سواء اللي جات في التوجيهات الملكية السامية أو تلك المرتبطة من طبيعة الحال بالتحديات الاجتماعية بحكم التقلبات. الآن عندنا برنامج كيوضع قدامه بعض الأولويات أساسية اللي هي من طبيعة الحال مرتبطة بفرص الشغل، من طبيعة الحال الاستمرار في الورش ديال الحماية الاجتماعية وديال الدعم المباشر وغير ذلك. هادو أساسيين بالنسبة للمسار. لكن بالنسبة للقانون المالي كنعتبره أنه كاين واحد الإكراه قوي اللي هو خاصو يواجهه، بالتالي هو قانون مالي ديال المواجهة وبالتالي ديال الإكراهات اللي موجودة الآن، سواء دولية سواء محلية سواء مناخية سواء المرتبطة اللي كانت بالزلزال أو الفيضانات أو اللي يمكن تكون ربما لا قدر الله مرتبطة بالثلوج وغير ذلك، أو الجفاف اللي عنده إكراهاته القوية. يعني هناك أمور كثيرة حطها قانون المالية قدامه وحط لها من طبيعة الحال الميزانية ديالها اللي كاينة، ولكن وضع قدامه واحد الاحتمالات وتقديرات، واش غيوصل لها ولا ما يوصلش لها. هذا مرتبط إما بالمناخ، لأن إلا قلنا 77 مليون قنطار كتقول يا ربي جود علينا بالشتاء باش تكون ديك القيمة المضافة هي 11%. إلا قلنا التضخم خصو يجي جوج غنقولوا صعيب شوية، ولكن الحكومة حطات عليه واحد الميزانية، منها تخفيف من الأسعار اللي هي مرتفعة بزاف ديال اللحوم وغير ذلك عبر الاستيراد ديال الأبقار والجمال والخرفان وكذا، وهنا وحتى زيت العود زاد وغير ذلك. ولكن كان بإمكان الحكومة سابقا باش تخفف من هذا الوطأة في فترة سابقة ما تمكناتش ما نجحتش فيها. الآن من طبيعة الحال كتعفي من الرسوم ومن طبيعة الحال التفية وغير ذلك، هذا جانب أساسي. لكن هناك ميزانية أخرى مشات للحفاظ على القدرة الشرائية من خلال التحكم في سعر البوطة، السكر، الدقيق، غير ذلك. هذا أيضا خصنا نقوله أنه محطوط وتحط فيه مبلغ كبير ليه كبير 17 مليار. نعم هو ما كيختلف على ديك 50 مليار اللي كانت ديال المقاصة، ولكنه كيستمر 17 مليار ديال الدعم في هذا المسار. نعم، هذا يدفعنا أستاذ عبد العزيز الروماني إلى التساؤل عن كون مشروع قانون المالية هل يجسد فعلا التزامات ملموسة تنعكس خصوصا على ثلاث مستويات، أولها تنزيل مقتضيات الدولة الاجتماعية، وأيضا يعني تشغيل وما يتصل أيضا بكذلك القدرة الشرائية للمواطنين. هو الشيء كله تستحضر من طبيعة الحال في القانون المالي. إلى خدينا المشاريع المرتبطة بالحماية الاجتماعية هي مستمرة، والمبلغ ديال 37 مليار سواء مخصص للدعم واحد المبلغ أو المخصص للتغطية الصحية هو مستمر 26/10. أيضا بالنسبة للاستثمار رقم غير مسبوق 340 مليار غير مسبوق صراحة ديال الدرهم.
الاستثمار العام علاش كنهضر، سواء المرتبط بالمقاولات العموميه او ديال الميزانيه العامه بصفه عامه، هذا الا نشط في هذا الاتجاه معناه كيوفر واحد البنيه التحتيه، تشغيل، فرص الشغل، غير ذلك. الا زدنا عليه واحد 14 مليار ديال الدرهم ديال المقاولات الصغرى والمتوسطه، فهذا ايضا كيساهم فرص الشغل. الا زدنا عليه مخرجات الحوار الاجتماعي، انت ماشي في الدوله الاجتماعيه وفي ركائزها. الحوار الاجتماعي عنده مخارج، مخرجات مهمه وتوصيات مهمه يجب ان تنزل في الواقع. واحد 45 ما بين مليار الان، ويعني الان 20 ومن بعد 25 يعني 2026، باش تخفف ديك الضريبه على الدخل، باش تتأدى التزامات الدوله تجاه الحوار الاجتماعي. إلا زدنا عليه البنيه المرتبطه بالماء باش ما يغلاش على المواطن الدعم اللي مشى للمكتب الوطني للماء الصالح والكهرباء، فهذا ايضا كيمشي في اتجاه الدوله الاجتماعيه. نعم استحضر هذا الشيء، ولكن ما ننساوش بان العجز مرتفع بزاف، 63 مليار ديال الدرهم. نعم. بان خدمه الدين مرتفعه في الفوائد ديالها، حتى هي شي 45 مليار ديال الدرهم. نعم في هذا السياق استاذ عبد العزيز الرماني، يعني من واضح ان هناك يعني فرضيات طموحه فيما يتعلق بالنمو وخفض العجز. برايك هل يخدم هذا التدبير الظرفي لميزانيه الدوله، طبعا على ضوء مشروع الموازنه، التوجهات الاستراتيجيه فيما يتعلق بتعزيز تنافسيه الاقتصاد، تجويد الحكامه الاقتصاديه في صلتها طبعا بالرهانات الكبرى على ما هو اجتماعي؟ هذا سؤال ذكي، لان الانفاق موجود فعلا، ولكن الموارد ارتفعت الحمد لله، مداخل متعددة ارتفعت. وإن كنت هنا ألاحظ أن لا زالت الضرائب هي المورد الأساسي للميزانية ب 77%، كبيرة بزاف يعني صراحة. إذن لابد باش تطبق النموذج التنموي الجديد تعمل على تنويع الخدمات وتنويع المنتجات وترفع من الناتج الداخلي الخام، باش يمكن لك تحقق ذاك معدل النمو اللي كتطمح عليه ديال 4.5 تقريبا. اذا هذا مهم جدا لما كنتكلموا على هذا المسار هذا. لكن ما دمتي عندك هذا الدخل من الضرائب ومن طبع حال بعض المداخل الاخرى، سواء انت السياحه ولا 7 مليار ديال لوسيبي ديال الفوسفات، ولا 4 ديال المحافظه، ولا وحده ديال واحد ديال البنك المركزي، هذه المداخل يجب الدفع بها نحو التنوع. إذن هنا هناك طموحات نحو الصادرات ديالنا من باش ما يبقاش عندنا عجز من طبيعة الحال التجاري، والموارد راها تنوعات، ولكن تزادوا عندنا موارد كنا ما نتمناوهمش اللي هما تكلمت عليهم قبيله ديال اللحوم البيضاء والحمراء وغير ذلك، زادت عليها موارد أخرى اللي خصها تمشي في إطار كأس العالم. احنا كنوجدوا واحد البنيه تحتيه حتى هي خصها تعفى من الجمارك والرسوم والتبعيه وغير ذلك باش ننجحوا في هذا التحدي. اذا هنا كنقولوا ان الميزانيه هي ميزانيه مواجهه وتوازنات واكراهات، ولكن تنزيل الاولويات الاجتماعيه حسب التوجيهات الملكيه اللي هي هامه جدا، وايضا التصريح الحكومي كمرجعيه مهمه اللي بغى يمشي لا يعطي الأولوية لتأسيس وترسيخ ركائز الدولة الاجتماعية. فرص الشغل بطالة عندنا مرتفعة وغير مسبوقة، يعني لرجعنا 84 تقريبا، مع عمر كانت عندنا هاد 13.5% ديال البطالة. لا بد من تنشيط وإنعاش الاستثمارات. هنا كنستحضر جانب آخر، تبسيط المساطر الإدارية، تحدي قوي، إذا إصلاح الإدارة ومنظومة العدالة، وزيد عليها الجانب الاجتماعي اللي كيوقف قدامهم اللي هو التعليم والصحة. واضح سيدي الكريم. رفعنا منه الفوق 85 مليار في الميزانية ديالو ديال الدرهم، والصحة رفعنا يعني ب 11% هذا التعليم، ولكن الصحة 32. شكرا لك سيدي الكريم. هو هذا واضح، ولكن بواحد 5%. العفو. شكرا لك المحلل الاقتصادي عبد العزيز الرماني على كل هذه التوضيحات.